السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هو 13 من يناير. إنها محطة مهمة تذكرنا بالتقويم الأمازيغي، وفيه الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، هذه السنة التي تحمل دلالات ورموز كبيرة عند الشعوب الأمازيغية في شمال إفريقيا، ومن بينها بلادنا المغرب. وهذه مناسبة نقول لكل أحبتنا الأمازيغ في كل مكان، كل عام وأنتم بألف خير. أسجاس أمغاز، هذه فرصة أيها الأحبة الكرام، نتساءل ما حقيقة هذا التقويم الأمازيغي، ما حقيقة هذه السنة الأمازيغية. هذه السنة هي تعبر عن التضامن والتآزر السائد بين الأمازيغ، وهي عادة تأتي في فصل الشتاء في شهر يناير. وفي هذه الفترة عادة تقل المؤونة ويقل الطعام والشراب، خصوصا في المناطق النائية وفي القرى البعيدة، ومن ثم تأتي هذه المناسبة للتآزر والتضامن وتقسيم المنتوج بين كل أبناء الأمازيغ. فهذه الاحتفالات الرمزية التي تكتنزها هي التضامن والتكافل والتآزر والتعاون، وهي مرتبطة بالأرض. فالتقويم ليس تقويما بالشمس أو بالقمر كما هو في الشهور الشمسية في التقويم الميلادي، ولا بالشهور القمرية كما هو في التقويم الإسلامي، وإنما التقويم هو مرتبط بالأرض، وهو راسخ في ثقافات الشعوب شمال إفريقيا، ومن بينها المغرب بلدنا العزيز، وكذا الجارة الجزائر، وكذا بتونس وبليبيا وبموريتانيا، لأن هذه المنطقة كان ولا يزال يتواجد بها الكثير من الأمازيغ منذ التاريخ القديم. نحن نعلم جميعا بأن التقويم الميلادي ابتدأ مع ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، والتقويم الهجري ابتدأ مع هجرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لكن بماذا ابتدأ هذا التقويم الأمازيغي؟ ابتدأ بحدث تاريخي هام يمثل عصر النصر والانتصار، ذلك أن الفراعنة الذين كانوا في مصر كانوا يستولون على خيرات البلاد، كلما وجدوا بلدا عنده زراعة وفلاحة وتربية مواشي إلا ويستولوا على خيراته. ومن ذلك أن البلاد المغاربية بلاد خصبة، فيها الفلاحة، فيها الزراعة، فيها تربية المواشي، فكانت هذه البلاد كل مرة تتعرض لهجمات عسكرية متكررة، يستولون على الأرض وعلى الخيرات وينهبون الثروات، وكان الناس يقدمون محصولهم وهم منهزمين، إلى أن ظهر قائد أمازيغي قوي
يسمى شيشرون. هذا القائد الأمازيغي استطاع أن يوحد القبائل الأمازيغية، وعوض أنه يدافع عن نفسه من طرف الفراعنة قرر أنه يغزوهم في قعر دارهم. وفعلا في عهد الفرعون رمسيس الثاني الذي كان من أقوى الفراعنة، قرر هذا القائد العسكري الأمازيغي شيشرون وجمع القبائل الأمازيغية وهجم على هذه البلاد المصرية في الفراعنة، واستطاع أنه ينتصر عليهم انتصارا كبيرا. ومن ثم صار ذلك اليوم هو اليوم التاريخي. هذه الأحداث مرت في سنة 950 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد عيسى بن مريم، يعني في العهود التي كان فيها سيدنا موسى، بل وقبل سيدنا موسى عليه السلام، قبل حتى التقويم العبري. فالتقويم الأمازيغي تقويم قديم وضارب في التاريخ. ومن ثم صار الأمازيغ يحتفلون بهذه الذكرى لأنه يخلد لحدث عظيم حققوا فيه الانتصارات وحافظوا على خيرات بلادهم. من هم الأمازيغ؟ عالم الاجتماع التاريخي ابن خلدون كان يتحدث عن أصول القبائل وأصول الأماكن، وذكر في تاريخه الواسع الكبير أن الأمازيغ هم ينتمون إلى أمازيغ ابن كنعان ابن حام ابن نوح، فهو أبوهم الأعلى هو حفيد سيدنا نوح عليه السلام. أمازيغ ابن كنعان ابن حام ابن نوح، الابن الرابع من أبناء نوح عليه السلام. ولما ركب في السفينة، كان من المؤمنين، ركب في السفينة، وحينما رصت السفينة في بلاد المشرق في الأردن تفرق الأبناء، وهو كان مع أولاده وبناته أنه أول من سكن شمال إفريقيا بعد الطوفان نوح. وشمال إفريقيا كانت بلاد في الأول كانت خالية تقريبا، وجاءوا إليها واستقروا فيها أمازيغ مع أبنائه، وهنا تكاثرت القبائل الأمازيغية. والأمازيغ كما هو معلوم أنهم مرت أيام وسنين طويلة فصارت بينهم طقوس وطنية، جاءت مجموعة من الطقوس الوطنية سوف تسكن البلاد الإفريقية والقبائل الأمازيغية. كما تعلمون جميعا أن نوح كان يدعو إلى التوحيد، ولكن قومه أبوا ذلك، ولما ركب في السفينة كل من كان معه نجا، فهي الفرقة الناجية، ومن بينهم أمازيغ الذي كان من أحفاده. ثم بعد ذلك سوف تنتشر مرة أخرى الوطنية، وسوف تبقى منتشرة لعهود طويلة إلى أن جاء الإسلام. جاء الإسلام وجاءت الفتوحات، وكان هناك استقبال قوي للفاتحين المسلمين، وتقبلوا منهم الدين الإسلامي القائم على التوحيد، لأنه قبل الفترة الإسلامية ما هي العبادات التي كانت منتشرة؟ في الغالب كانت هناك وثنيات مختلفات من بينها عبادة النار. فجاء المسلمون الفاتحون، وفي الأول دخل معهم الأمازيغ في عراق، ظنوهم أنهم مثل هؤلاء الغزاة الذين ينهبون خيرات بلادهم وينهبون أرزاقهم، فحاربوهم. ولكن فيما بعد تبين بأن هؤلاء المسلمين الفاتحين إنما هم جاءوا بالدين، ووقع هنالك المصاهرة بينهم وصاروا بلدا واحدا. الآن صعب جدا أن نقول بأن في المغرب أن هناك من هو أمازيغي وهناك من هو عربي، لأن الأمازيغي من هو؟ هو الذي ينحدر من السكان الأصليين للمغرب، والعربي هو الذي ترجع أصوله إلى أجداده بشبه الجزيرة العربية.
لا أحد الآن يستطيع أن يثبت سواء الأمازيغيين أو العرب انتماؤهم العرقي إلى السكان الأصليين أو العرب الوافدين. لماذا؟ لأن اختلاف الأنساب واختلاطها بسبب الهجرة وبسبب المصاهرة وبسبب الاستيطان وكذلك بسبب الغزو والحروب طبعا لا يمكن أبدا أن يبقى هناك عرق نقي أكثر من 3 إلى 4 أجيال. هذا معروف في علم الاجتماع السياسي. لا يمكن لعرق واحد أن يبقى لمدة 4 أجيال، لأن يقع هناك اختلاط ويقع هناك مصاهرة ويقع هناك تزاوج وهجرات واستيطانات، ومن ثم يصير جميع الأفراد والقبائل كلهم جنس آخر موحد مختلط، كما هو الشأن في الشخصية المغربية اللي كتسمى التمغربيت، هي خليط من الأمازيغية ومن العربية. وهذه الذكرى، ذكرى الاحتفال بالسنة الأمازيغية، إنما هي تستحضر أمجاد الآباء والأجداد السابقون. وفعلا منذ أن دخل الإسلام إلى أرض المغرب وقد تلقفه الأمازيغ بصدق وتلقفوه بقوة وبإيمان، ونلاحظ بأن معظم الكتاتيب القرآنية ودروس العلم إنما هي في طمها في الأماكن الأمازيغية، لأنهم أكثر الناس حفظا للقرآن وأكثر الناس اهتماما باللغة العربية. وإذا أردنا أن ننظر إلى عدد الذين خدموا العربية وخدموا الإسلام لا يعد عددهم ولا يحصى، فهم بلا عدد، كبار العلماء والمحدثين والفقهاء والمؤرخين صاروا من هؤلاء الذين خدموا الدين الإسلامي. ومن أهم الشخصيات التي ممكن أن نستحضرها الشخصية التاريخية، هناك شخصية طارق ابن زياد، هذا يسمى أول من نشر الدين الإسلامي في بلاد الأندلس. طارق ابن زياد اللي هو أمازيغي وكان قائدا في الفتوحات الإسلامية رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضى عنه. وكذلك نجد دولا قامت على أرض المغرب، قامت على قادتها كانوا أمازيغيين كالموحدين مع ابن تمرت وكذلك المرابطين. هاتين دولتين أمازيغيتان لعبتا دورا كبيرا في نشر الإسلام في إفريقيا وفي جنوب الصحراء وما جاورها وفي الأندلس وغيرها. الإسلام توطد في هذه البقاع ببركة وجهود القادة الأمازيغ، والتاريخ مليء بالشخصيات الذين قدموا خدمات عظيمة لهؤلاء الثقافات. ومن بينهم نذكر على سبيل المثال في الوقت المعاصر، من منا لا يعرف الفقيه والمؤرخ والعلامة الكبير المختار السوسي الذي كان من كبار العلماء والفقهاء والدعاة، ولا تزال كتبه التي ألفها باللغة العربية شاهدة على جهوده، كتب في التاريخ وفي علوم الحديث وفي تفسير القرآن العظيم وفي المتون في الأدب العربي. ولعل كتابه الشهير المعسول وكتابه سوس العالمة وأيضا تقييداته على تفسير الكشاف للزمخشري كلها تشهد على أن الأمازيغ لعبوا دورا كبيرا في الثقافة الإسلامية وفي الإبداع. بل ونلاحظ أن هناك مثقفون معاصرون لعبوا دورا كبيرا في نشر اللغة الأمازيغية والثقافة العربية، ونذكر مثلا على سبيل المثال الكاتب والباحث والشاعر محمد المستاوي الذي قام بترجمة واسعة للإبداع الأمازيغي إلى القراء العربية وأصدر عدة دواوين في ذلك، وغيره كثير جدا. مكتسبات كثيرة حققتها الحركة الأمازيغية في العهود الأخيرة، كان من بينها ولعل من أهمها إنشاء المعهد الملكي
للثقافة الأمازيغية، وهذا في حد ذاته إنجاز مهم، لأنه لعب دورا كبيرا في إحياء التراث الأمازيغي ببلاد المغرب. كذلك تدريس اللغة الأمازيغية في بعض المؤسسات التعليمية المغربية، هناك العديد من المؤسسات التعليم فيها فصول لتدريس اللغة الأمازيغية، ويكفي أن الأمازيغية تم ترسيمها في الدستور، دستور 2011، وتم استحداث المجلس الوطني للثقافة واللغات المغربية. كل هذه مكتسبات مهمة للغاية، ممكن أن نستفيد منها ونستخلص أن الحركة الأمازيغية في المغرب هي حركة دؤوبة ونشيطة، واستطاعت أن تحقق الكثير من المكاسب. ولكن الذي ينبغي أن نؤكد عليه هو وجوب الاحتفال ووجوب إظهار الفرحة والسرور بهذا المناسبة الطيبة، التي هي مناسبة نستحضر فيها أمجاد أناس سكنوا واستوطنوا هذا البلد. فنلاحظ بأن العديد من الأسر المغربية التي هي تعتز بأمازيغيتها تستعد لإحياء هذه السنة في هذه الليلة إحياء وبطريقة جميلة جدا، حيث تقوم النساء بتنظيف المنازل والأواني، وتلبس النسوة لباسا جديدا، ويتزينون لاستقبال العام الجديد، ويطبخون وجبات كثيرة للطعام والشراب كطبق الكسكس وغيره من المأكولات المعروفة بالرفيسة وبركوكش وغيرها. كل هذه مأكولات هي تستحضر هذا الحدث السعيد. وتقاليد جميلة تقام في هذه السنة الأمازيغية، فمثلا في عشاء هذه الليلة لما توضع القصعة إما دي الكسكس أو دي الرفيسة أو بركوكش أو غيرها، وهي ممتززة بزيت الأرجان والعسل وأملو، توضع فيها نواة زيتونة داخل الصحن دي الكسكس، تأكل العائلة وكل فرد يتمنى أمنية، ومن تأتي في نصيبه نواة الزيتونة يكون هو صاحب الأمنية التي سوف يستقبل بها العام الجديد. هذه تقاليد وعادات جميلة تبين الفرحة والسرور بين الناس. ونحن بهذه المناسبة، مناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، نتقدم لكل الأحباب الأمازيغيين، لكل المغاربة، نتقدم إليهم بأحر التهاني وأطيب الأماني، ولكل المغاربة في المغرب الحبيب وبشمال إفريقيا وبجميع بقاع العالم، نسأل الله تعالى أن يهل عليهم وعلينا هذه السنة الأمازيغية بالأفراح واليمن والبركات، وأن تتحقق الأمنيات، وأن يصلح الله الأبناء والبنات، وسنة أمازيغية سعيدة لكل المغاربة وللأمازيغ خاصة، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.